انت لو اقول لك كده بالذاكره بتاعتك كده وانت بتلعب، مين اللي كنت بتعتبره مدافع ما حصلش خارج النادي الاهلي موجود في مصر وكان ممكن يبقى ليه كيان اكتر من كده كمان؟ المرحوم ابراهيم يوسف. يا ابراهيم يوسف بصراحة أنا لعبت مع إبراهيم لست سنين منتخب مصر كابتن مصطفى. بصراحة يعني كل حاجة مواصفات المكان ده كمان برقي كانت موجودة في كل في إبراهيم. حاجة كان بيعملها تلاقيها بيفكروا فيها دلوقتي بالظبط. يعني مفتاح لعبة من تحت بيزيد هو أول واحد عملها، شيل الكور بالعرض، الكور بالعرض بيروح يجيب جوال واحد ضد واحد محدش يفوت منه، دي حقيقة، يجيب جوال برجليه وبدماغه دي حقيقة.